بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فرقة وكيلة بيتبنات كتر سنة تحذير الفقهاء من تفريض السفهاء في مسألة الأسماء والأحكام قاعدة لواتن إيو اللحاء تطبات بين مانتا قلينا وقاعدة لورنتري من لم يكفر الكافر فهو كافر، أما تكفير العاذر مسألة الله يقاني أما تكفير الحاكم بإسلام المشركين مع العلم بالحال سادو أنت بقولك مسألة أنت أنا براروجينين سؤال وشيخ إبراهيم مرسو قري هدنا قلبت وداد يسوى الشيخ إرشاد يسوى دي وأنا هذا وقت وهينا أن إشكال وير براروجيو تدبنا كسو عنا إن شاء الله فدي قدام بي سؤالي سوى حكوي من مراتب القدر الأربع أنا يكلا دوي من حيث عظم المسألة هي أدلة في الكتاب والسنة يكلا دوي برناء أي تكفير كفر الصريح نقونيس وقيب والتكذيب قيبنا كفر المآل هي تكفير المآل أي نقونيس لبضا مرتبة هوري العلم وعلم الله الشامل أيضو نينك إنكراء وأنك سوى مري أهل العلم وإنه تكفيرية مناطك سنة التكذيب بيكردقين لنصوص الشارع وأخباري اللطيف الخبير ببينية وأنا مسألة يكون إجماعين صحابي التابعين قضية ضايضة قبل البدعة هي إجماع قنتمي لنك لا تلغفري وتكفير عقلية ومسألة عقلية دينية إلهي سبحانه وتعلم بيسو عموم كيسية شمول كيسو جملة وتفصيلا ومسألة تعلم بالعقل ضرورة بالعقل ضرورة ننكي مرك علم الله سبحانه وتعالى الشامل لجميع الكائنات جملة وتفصيلا كجاهل نغضاء وكمرمة إلهي ما يقانه مرك تكفير كيسو تكفير سمع يمد عقل أبا ونقانية مرتبطة مرك إن لغو خلطة وحلقة نغاسة وعموم عموم العلم الشامل أحد ديدن إلهي علمي سمتشيره يقوله يلي وقاعد حوادث قيبة كمذا إلى يحوغان بعدما وقعت يا الأمر أنف قوله يذكرنا إسان معبد عيدا كي سيبه وشاكو خلدمي مرتبة اللبات ومرتبة من الجائزات العقلية من الجائزات العقلية ويان وانا من الضروريات السمعية وكتابة الله سبحانه وتعالى لما علم في اللوح المحفوظ الكتابة إلهي وحي أغا أم أغي هاي وكور قبل إنه ميل كقره من حيث العقل ومسألة جائزة إلهي إنه قرنا وإلهي هاي إنه سكدايانا وإلهي هاي تاسوك الحلوية قانا من الجائزات العقلية إنه دعو مركز شيء جائز عقلا إنه دعو ربي أصمي ومسألة وخضوع عيسو الله لقسوك هاي سمعيه إيا خبر الشارع مركز مسألة كتابة أصل كيود ومن الجائزات العقلية لعدة يدو إن لقرينة ومن الضرورات السمعية قرآن كأيكو عدهاي يدو فافاسا ونحتى إشكال قلي كرين لوضع مرتبة مركا ننك إنكريات ضفرة وكافر عند أهل العلم إذا نوركيس وعد يمد كورانا كفرق السمعي هاي كي عقلي أبا كجيرة تنضمنا والسمعي لوضع مثلا مركا يان لغوخل دمي لوضع أهل قبل يسكو خلافا ولوضع طنبي مراتبتا لوضع الطنبيسة عموم المشيئة هي عموم الخلق والإيجاد إلهي سبحانه وتعالى مشيئة لا يهدون التان إيه إرادة ليه وحكم رمي مجره أهل قبله وحيسكوها ينكره وحوي إلهي وحوال بمدون إياه وحوال بمدون ومشيئة دي سهل تشمل القبائح والحسنات قل يا يحيي إلهي سبحانه وحي وناكسر بطونا مشيئة دي سهل مسو قدقل يحيابها قبائح ذاة كفرك إيا ظلمك إيا الزناد وحيبها نوعاً شرورت وحي خير برب دون سبحانه وتعالى تنزيه التقديس ربي بين أقلنا وشا أيضا الدين لدونها والغو تكفيري إلا إنا وينيان بأقلن خلافك التنو كجر أمرك عموم المشيئة إيماءها مطلق المشيئة أصل المشيئة خلاف كمجر أصل المشيئة يعني لغو خلدمين مرك مشيئة ربي سبحانه وتعالى ما شمل السنة يسوم محنبارنا يسا كل شيء يمي إلهي وحي وانا أكسن وبودونا إلهي ومنزع عن
مشيئة وإرادة القبائح هل كاسي لمرين نمان كان إنك تكفيرين أيه نصو كنت تكفير يمهلي نمان كعموم مشيئة كدودي تنزيها وتقديسا للرب سيئ وإسكرار العيال كدودي آيات كنت تكفير سنة مهلي ست إجماع تكفير كان مهلي ست لكن وتكفير بالمآل وهو عجزي ينقص بالا لازمين أيه ضد إله مشيئة محدودة كاركته وحاوهي تكفير بالمآل بالقلية مرتبة اللبات إيان كاولا وحاوها مرتبة الإيجاد والخلق أيضنا أصل الإيجاد والخلق إله إنه خالقها وموجدها للكائنات جملة وتفصيلا من حيث الجملة مرن ملها من حيث الجملة عنده وتفصيلا يانا دهين وحلقا نقاش مركوا محي وعموم الخلق والإيجاد إله وحو البما أساقا أبوره مسيه وحوصن أبورين باتشره أوحن تقديسي تنزيه ولوضان صادرت طائفة من أهل القبلة قلهم عزلا ذلك مديهين أيها بهرب بوذي وحيدها إلهي سبحانه وتعالى أفعال العباد السيئة إلهي ما أبور شق لكم لها إلهي وحي وناسني إيمانك يطاع ضي خيرك أيو أبوره وحيابها حن أضوما إيها السميساني واتشيب كود إلهي الله متيرين كرو وشر ليس إليك إيها ولها سيلك عيد هل كاسي لمرين وحلق النقاش مركه وعمومه المشياء يعموم الخلق أصل الخلق ما إلهي وخالق وحديدا مجر طائفة من أهل القبلة أو طوائف يا لبضق مسلبة عموم كذا كدوذي يكمر ما يا لبضق أسمك مسألة تكفير كالو تكفير ضدك وتكفير بالمآل يا ماها تكفير كي صريحة ماها مركي انت أصلا براجي مالك لكن وضع دوحي وقاتين بأن مسألة أصل كي وخلاف كجر وخلاف أصل كبجر أنت أمبر من برارجيو دان جانس لنا مربان مقالك سمين دورة مثل الذي عن مانتو قلت لك اللي قاعدة القاعدة 27 وتكفير الحاكم بإسلام المشرك مع العلم بالحال تمهيدا أنه سمينا مثل هذا مثل ما سلوح حسب معها إنك السنة قاوحة لغوخل دا أما لغو دكرا مربضا العبارات عبارات بعض الله إيمان إيسا أما لغو لغاية مركاسة وحكا لغا قدك تكفير العادر معيتا معنى هذا ومن لم يكفر الكافر فهو كافر وحكلم ما قال كمعلوم كفره من الدين بالضرورة نك حكومة قال لمديس مسلم ما معنوه انت هم بلوجيه تكفر العاذر وعاذر العاذر بالغور وحصب وين حسين أنا الليمد أما حازم الليمد أما طائفة التي بلغت غاية مركز إذن كان لكم خلدي مركا الاستياد بالعبارات والألفاظ والمباني آتسك إلالي مسألة ومسألة آهي ولم يكفر الكافر فهو كافر وأهل قبل وكهالين قديم وحديثا قاعدة وقاعدة إجماعية وخلافة كمجر قال ككفر يوسو أوي هاي معلوم من الدين بالضرورة قال كقال لمدوسو آيتي قطعية ننك تقالي سينوايا أسوه أقوح قدعي مع العلم بحاله إنه متلبس بكفر أوي هاي أسوه متلبس بشرك أسوه ننك حكومي وايا إنه كافرية ومسألة إجماعية وحسن فيه قونكوة أما أهل الحديث قونكوة أما إيه وذا دا أفريكا مضح كوسكوسن قونكوة أما انت أنا فاهمتين بيلتها مرك مسألة أن تمهيد وصمعين جوجل جوجل حارث أما أرر كوبان أصل ككوبات العلم بالشيء أو الجهل به أو الإرادة حيبان نوع صفات كنوع عاسة وأنك صوم من رأي حقائق حكام بدلان شيء إن أتقرته أما أتقرون ويدو أما أدونته أما أدن دونين وحي كبد لها يان واقع الشريء خارج كما تشران وحي لعلمه يجهله يإراده وصفات كاشفة أو ملبسة لبضا منه جهل وملبس وحقيقة بكاين دترية يضو ميشي دتاقن إن دهات اسقبان ما أركاد ليد واقب بريي وحامل لباحيي من الدمير يكال قرن مهيو لكن قراش على أنتاظو لباحي دمير كردق ميسو دمير كنا لباح كردق ميسو واو نظم بين داس قبطي علمه ونواسده كلا عقد دار حكديك ما هي أما أقوى ما أقاند كذلك الإرادة شيء وان دوني يا يمد دوني دوني داد وحكي بدل ما يسو شيء حقيقة لا يمشي يا ليش شيء واسديس هذا عندي بالغفر يا والله غيابة لكن حقائق اسم بدل يا إذا جهله ونواسده سكري جهله ومحوه وخلو عن العلم إن كان بسيطا أو اعتقاد غير مطابق للواقع إن كان مركبا جهله ولا بضام بوها إن أذ شيء هذا وحوام حوذاذو ما قرن هاي
ما قرن هاي أنا أتلاه هو الجهل البسيط بالي هذا كفر ونو كفر بسيط ويا شا يا كفر مركبة وهذا نفس القضية هي إنه نقول الجهل مركبة سيدنا كريم عن اللي يدي قمد محيطه وبريس اللومبول وبريس اللومبول سكمل بريس قمد محيط قال وجهل مركبة لكن هو صدوي وحكوا له وش بهميات قرنيسة سيدنا هنقول تي وحن أجي ذاك جهل مركب كأنا وامحي إن آمنته وشيكي كأمنت إنه يوحو صنهاي واعتقاد غير مطابق للواقع وجهل مركب كأه صادرتيد أصل كان درتي بيدو ودو حيدا فوق هذا الحقائق لا تنتقد بالأحكام حقائق ذو كفر إن لقو عذابه إن لقو عذابه وهاي إن لقو قد لأدونك إن لقو قد لأحكام بدل ما هاي وحكم دل كاذو يدين تاذو يعذاب كاذو وأحكام أحكام تاسي اسبدل كاذو وحكام بدل ما هاي ها حقيقة الكفر والشرك الحقائق لا تنتقض بالأحكام بين قاعدة وحاعدة الشافعي وكتب تكفيري لبلا أصل كان مركب وين أدوغاتان وين أدوغاتان نينك الجاهل كائن حقيقة الشرك إسلام كقرن ينين وحكب بدل الجاهل يسمى جلو كذلك التأويل تأويل كنوا محوى نوع من الجهل تأويل كنوا نوع من الجهل سادرتيد جهل العلماء يجهل العوام بالي هذا جهل عوام وامحوى جهل إن عادي عامضة كل هذا جهل العلمانة وتأويلك في غير محله تأويلك في غير محله أصل كلابات حقائق إسكسور جديد إسبوريسة الحقائق التي يراقض بعضها بعضا أو ينافي بعضها بعضا لا تجتمع في محل والتناقض حكم يدرك بالعقل كما يدرك بغيره من الوضع سمعا أو عرفا حقائق أي ماهيات إسكسور جديد إسأقلني إسديدية إذن هو تقانان عاني اللي أنا لسمقيا الليدهين هاي محادين ضب يبيو ضب يرقح محاد هذا مجد إيو النور وحيابة إزديدي باتشرة وان إسعو قلين ديق سنما إيو بخيل نما فلين نما إيو صفات متقابلة دا إجروا إسكا سهر جدون وان دعكرين أي مالكو كل مان في آن واحد في محل واحد إزديدي دا مارك إسكا سهر جديد دا تناقض كالله إلادو أما تنافق الله إلادو وحكم عقلي عقلي قالوا قرطا وضعي قالوا قرطا وضعي قالوا لابو النقضة سمعي إيو إيو عرفي وحيدة كوه الشيئين أما ألا وينه ودتشيئي لبضا مدهم وي استلاح عرفك استلاحا أجيدنا إذن عرفك كتوصي وحيبهن جديدة أما سمعك شرعك كتوصي أما عقلك تقر نيسا إذن تناقض كمرك وحكم يدرك بالعقل والسمع والعرف إن مرك الشرك حقيقي سمك أتفهنته أي جديدة هي الحقيقة هي حقيقة الإسلام واتقر نيس توحيد هي تعريف وامح وإلهي كليجي ولو قريله عباداتك هي خضوع إسلامك شرك المحوية ووداتشين كليجي عنا هي اللو وداقة إني كلا دوينيين كليجي السماية هي متحانة هي اللمانة إني كلا دوينيين ومسألة عقلية هذا قرن لي تماثلك اختلافك تباينك هي التشريك ونفس القضية وي. هذا بقى هدي متكود أوصق نظام ميل أودقو كي كالي وابحايا من هذو بحقيقة لا سجنانية كحقيقة الإسلام والشرك والتوحيد والتنديد والإيمان المعتبر والكفر الأكبر أصل كمركوا إن العقاد أصل كصدحات قيام الحقائق بالمحال يوجب لها حكم وصما ومسألة لغوية سمعية عقلية حقائق ماشي لقيها له وحلوقة دنبلا ولقس يمضع إيه حكم قيام الحقائق أي المعاني بالمحال أي بالأشخاص والأعيان والأماكن والبقاع يوجب لها حكما واسما حكم بواجبية إيجاب كاسنا لغة بلغو قرنية وحلو قرنية سمعا وشرعا وحلو قرنية عقلا انتبه وإسكينية حكمكم حين كودنا أما الحكم والحكم بكون المحل متصفا بتلك الحقيقة أو بتلك بذلك المعنى نبقى فرست محل هذا حكم يساينه فردي بات قص تصفه بالقعود أو الجلوس وتاجي يا محاد قط المامي تاجنام بات قط المامي وتكنا يا محاد قط المامي صلاة وحبوا بحنا يا زك إنه زك بحنا يا قط المامي وأرضية إذن قيام الحقائق والمعاني والأوصاف بالمحال يوجب لها حكما أو إن قط المامي وحف السمائية اسمهنا وإن وصف قط المامي لو قدم بلو مقع اسم الفاعل لو قدم بلا يوحي لها المال فقيام العلم بمحل يوجب له الحكم بكونه عالما
وإن لو حكمه مقعنا ولوغا دمبل اسم العالمنا ولوغا دمبل حي إلي نفس قيام الشرك بمحل شرك ما ميل لغا هلي وحالي هذا كتل مامي سا شرك وكتل مامي وكفر مقعنا واثين وليل هذا مشرك يا كافر نفس القضية هاوشا مركا ولغا ينكادم ويمين قالين فالكا ننكي سمي مقع أين سيني من لدلي نار مكواري وأحكام كالي ولي وحنجونا الأسماء والأوصاف بين جبنا صادرت الأصل كأفراد حكم كهذا صوشيكتين إجدادين قيام الحقائق والمعاني بالمحال يوجب لها حكما ووصما إجدادين وحوصقنانا إياه قبل الحكم السمعي لأنه حقيقة عقلية لغوية سمعية وي. انت بواسوه دمر لبد درجه سكنانه قبل السمع ودرجه العقليه هي درجه اللغه اللغه حكم امرك اسمك اي وصفك يثبت قبل قيام الحجه لانه تابع للاتساف بالمعاني والحقائق حكمك معناها حكمك وصفك اي لو تلمامي واحد طميسي معنى لغا دنبليه وحوك قبانيا وهرجلهايا انت ان لا غارين بلوغ الدعوة قيام الحجة يسمع آن لقارن محايا إلى حكم كاس يمقع وحي رأسين ودبتشو قال معاني دي حقائق دي كوقن طيئت كتل ما نيدة ثميسي دبتشو قال شغل كمالها عقوبية تعدي صادرتت اسم المشرك ووصفه يثبت قبل الدعوة وبعدها هدبا ننكي حكومة أررت إنا دفانتين بيلات أصول شرور كيه ننكي حكومة محل لقيه لي شركي أو شرك اللغة المامي ما عم شركنا اللسيي نينك إذا هو مسلم حليدهين وجاهل بحقيقة الإسلام نينك واحد ثاني سوى حكومة ما بتقاند بقى الحكم على شيء وفرع عن تصوره قرمات ثيسا إسلام نمو ما بتقاند نينك مشركة إذا ده شركة بو الصمين إياه إذا ذو قرصنت هاي ما يعيسون مشركي هاي لغة وعقلا وسمعا أوي هاي سيد إسلام أسي سيسادة إسلام تقان إسلام حوها وحوها إلهي كل جيو له قان سمو وحده ولا شريك له هذا ما نكن محويا مو واحد ما أذو وحي سوى شركة لكن إن وعن لين هاي ها وإذا ذو أنك أكو خلدنا ما بتهيد هذا المسلم هاي إسكبت دان نكن أو قيدية هذه أو جامعة إسلام كي كوفيد وكوع منها يانا هين مسلم لماذا؟ حتى كلا قرأوا إيدي إسلام يا شركي أو سيوك كلا قرأوا سو هذه أو جيدي أو شرك كله فلين يا كوفيد وقل لها يماها إسلام هذا الله بدأ حقيقين يزيدين أتقرن يسو ماذا نحكمتين والحكم على شيء فرع وقاعدة عقلية كلامية عقدية أن مر الله يوين مركة مسألة تنزيل العقوبة في الآخرة أو في الدنيا مسألة أنكم مشغولين معها لأنها لا تقتضي التكفير ابتداء ومسألة سمعية بحثي كلا يقول الله ما نيساوا إسكي قتقينا مركة هل كوحكو عداتي ننكي إسلامي وحكم مشرك أما كافر كفر أكبر مع العلم بالحال وحكو جرى أدو أك ننكا سوا كافر كفر حكو جرى لا يعذر فيه أحد بجهل ولا تأويل معايا إلي قضية سداس أوغادا أصل كأصغي التفصيل كأصلنا كوحن باري سان وحيد أركتاني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أما كلام الإمام شمس الدين أبو عبد الله ابن القيم الجوزية أما كلام أيام الدعوة النجديين لما عرفوا من استقامة المنهج وسلامة المعتقد وكلام العلماء ينزل على القواعد على القواعد انت ننكي فهمها دي ويقول بيران ننكي فهم واينا كيف فهم ايبو ايضين كدب نوحي النقوني واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم مركا نوحنا بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون بل جيناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإن لصادقون اصل كافراد اصل كافراد وحاوي ضد قد حيسا إن عاذر إيا النافي للعذر في مسألة الحكم بإسلام المشرك ونفيه
وحكود الوريقة على الجمع والفرق والفقه حالي هذا وجمع وفرق فقهنا ودان دين تنو لبضا وحي إسلاء إلا سراعي وجمع إلا إلاله وحي كالدوان لكالدوه التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات في المناطات والعلل وحكا لما أسماء ما تغني شيئا أسماء لو مجيد إن علي حسن كالدوان وقصب لكن هذا يسكن مناطهين إنك كالدوة ويسكن إليهين ملقي باقلا ذواد أشخاص إنك كالدوان هي أسماء وضرورية بشرية عقلية لكن وحنا كهذا إذا ذكر لقسم ما أحكام تا لقسم مرك يقسم أيهين مناطات كي علل كي أوصافته إن أسفانا إلى تاي حقيقة مرك كوجرا جمع يفرقوا نينك عادلك إيه مشرقة وحكومة إسلام لماذا أسوق لواجهنا ومتأول فرق بوصمية يفرق بين المشرك اليهودي والنصراني وبين المشرك المحمدي محمدي هلا يا بين أدان رولان والإضافة تثبت عند أهل العلم واللغة بأدنى ملابسة لهذا بأدنى ملابسة دلدر استحتى واللغوت تيرين كرا وحيارود أكبر طيبا لو يا مقع لغوسين كرا ما دام النبي محمد كم حافظنا يوحنس كدعينا محمد وارس كدعي كرا النبي شغل كبالا لأن إضافة تثبت بأدنى ملابسة إذن ننكاسي لبكي سوحاوي حوك لصاريا لباش نين أو اسكو علاء أو إسكو وصفية أو إسكو مناطة أو كوة الجرة شرك أكبر كوة الجرة من كان نيرو نبي موسى كم حابسناي كان نو عيسى كم حابس عيسى وياي كان نو نبي محمد كم حابسناي ولقينا النبي جاو إنجي ساريو وحفرقة مكيريس مين أن تفرق سعني بوحوق ليه تفريق إلى دوام هاي كان وحوق جرا يهود شركي يكفري معلوم من الدين بالضرورة كان يسوي قامك النبي قبيني القرآن كني بيني وحكجر كفري معلوم من الدين بالضرورة كان إسلام كشيعنا هي مركو إلى وشريج لم حكجر كفر معلوم من الدين بالضرورة إذن علة واحدة تعددت الأسباب والداء واحد ما سمي ذي يجري إذا وعم معي تعدد الأسماء والأشخاص والعلة واحدة وفرق ماشي ميال مركب ميال عن تفريق جرين أيو التفريق قليه تفريق اسمها كدش إلا هلو جاهل مشرق أو مسلم جاهل مشرق أو مسلم أو محمد حقنا اللي هلو جاهل متأول أو مشرق أو أسقنا كافر أو نوحد دار الله هاي وجاهل كان هو جاهل ومشرق يا مشرق ومتأول متأول لكن كان مسلم كان وقال تفريقي سوا كاني تفريقي سوا كاني مد كالنصراني قام يهودي قام هدو عزير نفو قورعو كعيسى وقانا ونبي عيسى مريم نفو قورعو كان إسلام كالشيغان وبدوي جاي نفو قورعو وحولينين كاعتسامي قام أما جديد قام أما إخواني قام إيسو وضع طوائفتي عركوا قام أما تنظيم القاعدة رقو دي أنتوبات كينين دولة الإسلامية ها كو دي هان أنتوبات كين إلا ما رح حين نقونا يكل يقول حكو لي لبضا النيف ننكي عزير أقو رعية كي عيس أقو رعوا قالو كان أقو رعي الرفاعية بدو يعيد درسنا ومسلم بل ننكو عقل حما كبرا من أولي أركتي محاكي ناي وحاكي ناي تفريق باقود عي التفريق في غيري محله والفق جمع وفرق جمع سمينا وامح جمع سمينا يا خلط كلو قال يا هدونا دين كل نكود داق دونا ان بدنا اللي نكود داقون ارك دينكو كم برمايا جمع عادلكو سميا محو جمعيا كافر التصريح وكافر التاويل بجمعيا وحكوا لي هاي اهل الاهواء سيده معزله قيبه كميدا اشاعره ما تريديه ده مرجئه ده قيبه كميدا الشيعة قيبة كميدة كود غلادة يقد داي أيو حوليه السلفكو ما ينتكفيرنا أما وإسو خلافين تكفير كودي نفس القضية نين كان جايل كان مشرق متأول كإلهي غير كي عابد هاي إلهي غير كي بري هاي استغاثون حول لمدي هاي كواس لمدي هاي فجمع بين المتفرقين وحاقود عمركة شرعات ربين الدبقديو
ماشي اللي ربي إلا جمعيانا وكلا قاضي ماشي اللي ربي إنه لكلا قاضنا وسكاني أفدا سانيك أكود عادي وحكا لو كود عادة خطأي كلا دونا بسمت كدقي الخطأ ونقيض الصوابها هي خطأ خلاف العمد أها يسكمت كدقة أفدنا ويكود عضي وحكى لو كود عضي وجمعيه مانع الحكم يمانع الصب ميلان كفا فاياد كما قاري وجمعيه سكيري لبدا عور مكا يقبتين ماشي وحكى صبحي وحكى صبحي عابد الأوثان إيو مبتدعي في القدر والأسماء والصفات إنه سمو في التكفير قسمه مبتدع في القدر والأسماء والصفات صفات كخبرها خلق أفعال العباد مسائش دقيقة هذا سلف كم من رافين لو أن لهين نص عد وصريح أن لهين نينك كتشري نينك عابد الأوثان كي ضبط أهاب حكم مدسي أو يدي كل ذوا مسلمين ما دام أي ونصب شيئا يان إسلام كم حابسنا يان عصمي كفر الصريح نينك كود عين نينك كفر المآل واللازم قد عين التزام وحيث هري النافي للعذر أصنا جمع يفرق بسمي أفر صدى الله بضا إسبر بردقاء مقارنية كودي حق أدو إيه شيئا نينك النافقة وحو جمعيي بين المشرك المحمدي والموسوي والعيسوي وجمعيي وحوري لاشتراكهما في الشرك والكفر ونوع العذر وجهل تأويله كوا متأول كنوا متأول كوا جاهل كوا جاهل شرك وحكود الجرائي وكفر الذبح لعزير ولعيسى ولمريم إيو الذبح لعيدروس والبدو والجيلاني ونفسه جوجوج ماشى هذا الجوب سمعوا واحد أوضى إلا باعيو إلا تشيدو هه وأسلك جروجين تي ويا قانا سيدو حلو جمع مناطق ويا قانا نيكاسنا سوق جمع بالسمي وحور دت كاني وأسماء يا أشخاص وأنا ضرورة بشرية بقى لكن وحي وذا قال هل علو وحي هل علو وذا قال يا هل عذره اسكم ميل هل مريو نيكام عشم جمع في غيري في غير محل مو يسمى جمع في محل أبو سمي جمع الله بانا نكيلي ويانا مسلم ما أما الفرق الناف العلم حوك تفرقنا إياه فرق بين كفر التأويل وكفر التصريح كفر الصريح هي كيما آلي قابو كلا قاضي وحو كلا قاضي نين كفر صريح كتر السلف والتكفيرين أهل قبله إيا نين كفر ما آلو أهل أواء كتروا ليسكوها يو ملا تكفير مثلا ما تكفيرين ري لاختلافهما في المناط نين كان كفر صريح كترا نين كفر للازمين هيا الله يستاسو وحسمي كفر عدمها نينك واحد كحم باري تأويل وتأويل كل سنة وحلاقة يا بني كان تكفيرنا ده وفي محل التأويل هو ومسألة دقيقة خفية مجتهدين تقول خلدا بكران نصنا الله ما هيو آياتنا الله ما هي حديث الله ما هي إجماع الله ما هيو قياس زي أنا مجرو وماشي الأورنجري يكفر وغيري يخالفني يكفر فلان وفلان لكن وغيري يخالفني يعني موضوع اجتهاد هو إذن انت سواء اررت مساله ذا من لم يكفر الكافر فهو كافر اصوشا الا فهم هذا مركو حنا نقول بان نتيجه دي اون لين هاي منفع الكفر فهو كافر اما قطعا او ظنا على حسب الدلائل هذه القاعده نكي قال لما كدعه وقال اما قطعا ضروره او ظنا بحسب الدليل الشرعي الدليل الشرعي انا محسوق لي العقل الديني والسمعية الديني بحسب الدليل وحان دين سور مريع عامضه هي خاصضه إن الوقع ليسين في المسائل الاجتهادية سيدا ويسيدا ملوشر ديان نيو نبيت كملو ويسنكر يوحي لها المال هنا لورن ما هي من لم يكفر الكافر فهو كافر ما هي لمناتك بمتشره مناتك بالله ما هي مناتك محوها كفر الروح وكشره وإنه يهي معلوم من الدين بالضرورة قطعي لا يحتمل الاجتهاد والخلاف السائق نينك عالمك المجتهد كوحن صوم رأسونا في المسائل الخلافية إن لقو تكفير كرين نينك المجتهد كتكفيري بتركي
الصلاة والسحر الخالي من عبادة غير الله والحلف بغير الله والتجسس. تجسس كم مرن وهي مظاهرة كم مرن إيو دارتك إلهي غيرك لو دارته إيو سحرك عن وذني عبادة غير الله كواسا خلافها ترك الصلاة وخلافها دي لما رو أدو سيدا الروح وقوه كما تكفي محايا إلى مسألة وما حي المسألة دليل كده بقى لسكوه يستا دليل كده بقى لسكوه يستا أساقونا وحب موجستي إسلام إسلام بو موجستي شعائر تبا كم موقتة مظاهر الإسلام بقى كم موقتة الحكم له بالإسلام ومعلوم من الدين ضرورة الحكم له بالإسلام ومعلوم ضرورة مسألة دو كود عاي كفر النمت كيدان هي معيته معلوم بالظني إذن الظن لا يرفع القطع لا يرفع بالظن والاحتمال هل كان إشكال كإيمانية وإن كان المسلم واضح بتاعي هي محاد كنت تكفيري سي محاد كنت تكفيري إن أجري صلاة ولقتها قال لي ماما دل كديسي أتي ديسي وكار نقاش وكفر أصلا كفر دون كفر أيضا القرآن كما الله يحكم بكوسي الدائي حديث ضعيف روك يعني المهم أحاديث فربنا إيه لبع الرماد ويمضوا إذا كتجين وما بهم كفر أطعن في الأنساب والنياحة على الميت كفر يا الفربنا ولا أولي لقوا أولي كفر أصل وسيد داي ومسألة ليقان إن كفره وإن كان صريحا من حيث الدلالة اللغوية أيضا قرائن كان لعيجين هم النقضي ينو نغنكر احتماله ما شو كان نقاسه ومسألة اجتهادية محل اجتهاد محل الاجتهاد كان مجتهدين تلقوا قاليسيو هل مرة كسر ابنه ومسألة علمية أه وحي اللي سكوه يمرقوا أصاقوا السمية عمليا قضية دوان سوف فايلة تاي مجتهد كقب صلاة كتجدد قال لمن ما أه لما تكفيرين كرو الشافعي له روايتان أبو حنيفة سيد وكلم مالك له رواية أحمد بها الرواية كلي إذن لما تكفير لكن هدو أصيق قدو صلاة كتكو محان لنا كافر باطاي لنا نصبه النابة المركة يضع لماذا؟ كونها كفرا نظرية من حيث الاعتقاد مسألة بحث كفر راو لكن فلك بالممارسان أولاد من الأضوء نيجي حول على القرآن والمخلوق نيجي لتكفير ما هي عندنا ما ينو هذا كجالسين عربة قاسات وده حول أنا بقبو القرآن وكلام الله مخلوق علينا هاي مركا أيضا كافر باطا صدر الشافعي وحدة إن نك النبيذ كمسكر كالسكوا هي خلافية النجي حنفي أن سكوا هاي إنه إيه عندنا لقمة تكفيرنا لكن مجتهد كي حنفي هذوش نبيذ كمسكر كعبه يقام عليه الحد يقام عليه الحد شوف هذا كجرة التكفير كي سوم بيت دفعين كرتاي إن حد كل لقوه فيه بنان كيتا للزجري والله مرينا يا تفسيق بيكو قلنا يا مثلا إذا واد فانتين بيلا تاي هربا صور مري عام يقول في المسائل الخلافية وتابع لحكم القاضي ومفتي البلد هذوق باصق السحر كمجرد كع عن عبادة غير الله يترك الصلاة يحالف يتجسس نسق تكفيرنا يعني كاسو راعي محان هنا لورد هين من لم يكفر الساحرة والجاسوسة وتارك الصلاة والحالف بغير الله من كان تكفيرا وكافر محلو ديوا كفر كان بانهين معلوم من الدين بالضرورة مسائل كالسمع يا أمركا المسائل السمعية الضرورية إن عقلي قال لقوا أن كان سمع جمويين كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج هي محرمات كظاهر كالزنا والربا والخمر إلى آخره إن لقوا التكفير يا عامة يعلم لا فرق بينهما إن عامة يعلم لقوا التكفير لا فرق بينهما مربى منات كهدي الهلا الجحد أها والتكذيب أها والباء كافر جحد الوجوب وجوب الصلاة بديدي وجاحد بالنقضي وكجهل نقضي ما عنك الله يده جحود بانك الله يا هي التكذيب استحلال محرم الظاهر بالله هلا الشيخ بالله هلا عامي قال كل واكفر معي لمناطق يتسميين جحد هي التكذيب من الله ما هي رأي استحلال إلا بعد العلم والاعتراف السابق مركة وحان رأيك مركة ما لم يكفر جاحد وجوب الصلاة
فهو كافر. حيالي وجوب الصلاة وحيت هاي معلوم معلوم الدين بالضرورة. جاهد كذا إن لا تكفير ومسألة قطعية ومجمع عليها بين أهل القبلة سنيهم وبدعيهم. إذا تكفير كاس حجور من غنيا بعد ما كم مناتكي له لي أها الجحود والتكذيب بون غنيا لك القائمة مرك عام يجيو يا يا عالم كلك على قادم ماي محاكوي مت أصل الدين أصل الدين أصونكوا خلدم إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والكفر ما يعبد من دونه مع الفطري الضروري العقلي من توحيد الربوبية والأسماء والصفات نك جاهل كوا كافر ابتداء من لم يحكم بكفر بعد العلم بالحال أصلا وكافر إذن نوع هوري كوا كالدوين نوع هوري وجوب الصلاة يهلك أي كان محيو كل دوي كان قبل السمع بوسقنان كان وجوب الصلاة وجوب الصوم والزكاة والحج يلقى سقية السمع بأن سقية شارعة كذلك تحريم الربا والزنا والخمر إلى آخره. انت مركا إنه كبحنه ومن لم يكفر كافر فهو كافر دليل التكفير معيه مركا دليل التكفير دليل التكفيرك والإجماع المقطوع من دين المسلمين من لم يكفر الكافر فهو كافر وقاعدة إجماعية معلوم من الدين بالضرورة إجماع باكو قنتمي إذنكو هذا محاكو قال يسيز نسان نصارى هذا حتوكتن إيش هذا نقدها هو النصارى وحور عامي وي وحا نقدها النصارى وي مع التبيع الليل هذا وور عامو نين علماء نكون بوضا هيا نسين العلماء إلى هذا حالي هاي وانما نكون جرها شركي وكفر معلوم من الدين دين الإسلام إسلام كي خاص كاها يكي عامك من أبينا آدم إلى محمد عليه السلام وكفر مجمع. إذا حلينا إنك وحبا ما إنه عدين تزيه مذوق تزيه وكوية إنه مكامبي وحبا ما كان يزيه لكن هي بيكون جرا تكذيب القرآن إنكار رسالة محمد عليه السلام بعث أخروج أما جنة إيه النار إن لا ضفروا ومسألة معلومة ديني بالضرورة إن قال لما طايل لا ضفروا إنه دفعه وقال لي هذا بان إنك لقى هلو هم كفر سوى معلوم من الدين بالضرورة وقطعي إنك قال يسين وياه أسوق أقول النبي كبيني أو قرآن كبيني أو آخره وبيني أو جنة النار وديدي هاي أسوق إنك قال يسين وياه نه وقال كله والدمير اللي بيصير دقوت نقد دواء مع تبيات مع تبي ما يكون نقدة إلهي بأشركي إلى شركي معلوم في دين الأنبياء والرسل قطعي معلوم في دين بالضرورة. إذن دليل التكفير والإجماع المقطوع من دين المسلمين مناط التكفير محوية مناط ككينية يعني إلا ذا سببك دليل ككفر قوادش محوية مناط كي إلا ذا سببك وعادرك وتكفير نيس يقول إذا من لم يكفر اليهودية والنصرانية والجهمية على طريقة السلف والرافضية الغالي إلى آخره والراوندية وكحيه نينك التكفيرين وكافر محلول هذا كفر هو وحوي هاي معلوم من الدين بالضرورة. إذا معلوم من الدين بالضرورة حقوب حي المسائل الخلافية خلافا صائغا الاجتهادية إلى آخره وذكرة بيلتها. أما كان مقعسون يهودي هاي أما مجوسي هاي أما نصراني هاي أما هندوسي هاي أما بوذي هاي ومحي ومظاهر مظاهر وحوي إيه تجليات لأفراد المناط مناط كأفراد بوليه نبقى كوير صومالي إيه تلمام وصومالي بو تلمامي مركا تلمان تيسيس ها عادي كان نوا صومالي ومحسن مانا كوشيكي مانا كول عبدي جامعي قيدوا صومالي ميحو كولي واضح حادي سيسيه تلمان توضي بادي سيسي قاعد مرها دان هالي مظاهر القاعدة أنا صرفان أنا عديها هيا كان إيجاده سا إيجاده بانكوله كاسو ما ينط طيب إلهي غير كؤل لعابد إنه الشركي هاي ومسألة معلومة دين بالضرورة. إلهي غير كؤل لعابد إنه الشركي طاي ومعلومة دين بالضرورة كما نص عليه المعلم وعطى حقوق متساهلة قاعدة مركان هلو روحي أنه إلهي غيرك بعوحان ليه هو مشرك شرك نينك لقاه لينا هذا الإسلام واقع عقية
شركي نوعي سمبا كفر كفر نوعي سادو يا معلومة دين بالضرورة قطع يا وحنقول لي هذيك أوش ما الله سعوت أنا كم حسم وقتها إسألالي مدي ذي ها واسكو أباتي مبلا اسكو باباتي تاسوا مناتك وهاي بنوع الكفر دين الكفر والتكفير مناط الكفر والتكفير نوع كفر الحاكم بإسلام المشرك محوية والله بقي بود تكفير انت كهرس سمعك كهرسنا والجهل بحقيقة الإسلام تكفير انت كذب بيس سمعك للسوق هاينا وحان لنا والتكذيب والرد لحكم الشارع شارع حكمي مشرق ميش الدون هاتشوغي للعموم اللفظي والمعنوي الذي يستلزم عموم الأشخاص والأزمان والأمكنة والمتعلقات كي يو بيني ومكذب لن ما كان لغفير الأخبار الشارع لنوا محوى جاهل بالإسلام وبالشرك معايا هذا وحن قرنيس نينك هذا الله هبين فهمه قرار الله تلامه بايا وما بانو لبدا حقيقة إسكو سورجي دي إزديد يكالا عاقان مدودو دفاهن توحيك هذا فلان تاي تي كالي مو بانين لغوشيو نما نويقي مدو أرك وولي ومضاد على الأرك الشريبة ليداد مدو باتر ومدو محوها والله تلمامي ومدو بنوع عاسان لي بيحي انتا قدم بمحوك لفهم هيا عدين إيه مدو نور إيه مقدي هبين إيه مالين إحدى الحقيقتين هداد فهانتو تيك ليك هذا في الانت إسلام نين كيف فهم أو ما بانو إن الله شرحه شركي إيمان روحي فهم أو ما بان إن الله شرحه كفر لأنه وحقائق إسك سور جيدة مدود باك هذا في الان فلو إنما هداد فهم تواتق أن جيسي وحل ليد هذا ديقس هداد فهم تواتق أن نين كبخيل ليد هذا نين دير هداد فهم تواتق أن نين كوحسان وكلا واتقرنيس حقائق ضوئية إسفسرية ما هو بهني ذن هذا الوقت الوقوع بحي نينجا مرك مشرك إسلام كعامي وحن لنا متقانت إسلام كان عامي سنة متقانت وحكسه رجدنا متقانت مالس كفرز وهو يقول محاد يقول حكون إسلام نو وان قال الدنيا خلاصة مرك محين نقطة خلاصة وحوي مشركه وحو صورتي إسلامك وحقاق قبا تصور فاسدة ولو علم الإسلام وعرفه لما أشرك حقيقة وسيدة إسلامك ضبطها ضو فهمه ويقانه إلهي أمون شريكيالين إلهي أمون شريكيالين قرآن كعد ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وإزديد يال هضو عارف بالإسلام يعني وحقيقته لما أشرك بالله هذا مشركه فهن يصور خلنا بحققاتي إسلامك إسلامك أصوى أصدقى كتير زكاة إسلام لقل مكرة كل فلين تشركة أون إزديدين إن إلهي إن لو قورعه أوش عبد غادو لو قورعه أوش سمين تصور بأقل قلته الله أقل قلو أوليد أقل قلو ووح مل بآد إسراع قيب صدى إذنك يعني إسلامك وهيستا وحوية هاي إسلام تصور فاسد وهيستا فهم كفاسد كوقاته وحوك أنا إله جمعيه أعماش إسلام كأيوه أو ينوت كده وتكده أو صمو صلاده أيوه أعماش شرك كإبن فود وعور ومن خلط أعمال الإسلام بأعمال الشرك فهو كافر إجماعا وذلك مالقها وأقدم النيجيريا كدهم بخلاف كأساسي بقول إلى وطن سنة تقني وأقدم الإنجليز كدومي إنجليز وأنا لو طوق عليه زمو جديد قال كقال سموا يريا المهم مشركوا تصور اجتماع الشرك والإسلام فأشرك وعبد غير الله لأنه سيدا ضبا ممارسات كي السلوك هذا واحد طمينس ويقدر جميا واحد آمن سنت اعتقاد كذا سمالي وي تقانا وحيدا وحيور كذا جره أفكار كاحظة فلطات اللسان وترجمة عن نفاثات سدور باليدا عماشن كو وريغيا عرفكا ايا يا صوت رطوري هبل وخا كاسب بدبود هي بو كلي زوالي مركو كفانسين وخا ادقرسنيس حقنا اقمر تصر بيت علم ما دوام قارقاي وي كادول دوليساي حوجيدا ميشن
وحدن ولي عدينين يا دقيبه كسو ساريس سيدو سلوق اي ممارسات كي افعاش وحي كترجميان وحق غدها جيره هدبا فاشرك لاعتقاد فاسد تصور فاسد الاسلام كقاتك كدبنا وحو دونو كدقم مرنا وحو اسكا دغا كوفيد وين وا كنت كن جماعات صفر كو غيري هي اي تدبا جلاد اخرنا هي مرخو دمهين وحو دقاقايا قبوره مع النور يكون بيولو عادي شركي بكو دفلين لماذا اكتيس اسمه بديد هيا اسلام كاسو امسن هي كينا محمد الله صدر اسمه ديدا هيا ركان فانتين بيلات عادر محل هدي كاو مشركي عادر محو هذا نينكا نينكا او حكومه اسلام نيم محلنا انا واحد امسن ده ان يكون كل مكران ميل هي شخص ان يكون كل مكران اسلام معتبر ايه كفر اكبر شركي اكبر هي اسلام يتوحد كل مكران صدرتت اكتاد ولا حقق اسديده ما اها اسوغ شركه كو دفلين يا اسلام حكوميسا اسمه بديدان اسمه بوريان اسمه بقام باكتاد وركو شيكتو هدي اني تاويل بايغي كل كافر ومتاول باجماع السلف كل كافر ومتاول نين والبو كفر وتدين او دخا فرق كليه نين كفر تدين اسميا جيره شرك تدين اسميو الا ودواشا اي كتا كل كافر متدين ومحوا ومتاول ابن قدامه كش روض النادر كفيريه غزالي باكوري شوسم كل ود باكال علو دمك الله وحن محي اوغير يا ددكاري نين دنك هلا لو غوني لكن منك قال نمدا الا او دواني متدينين تا ومتاولين وجهلوا نصارى دم ربين وحيروا هو دينك وحيروا ضال وضال هو الجاهل مع حسن قصد الضال والجاهل مع حسن قصد وهذا لكن الغاوي ومحي الغاوي ومحي يمغضوبك وانك حق قرمر مع علم او سوء قصد او سوء صدر يهودي وكلدويين يا النصارى ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني وأنا لا تكفر بقرك آخرية إلا يحرو وحب قرن مايا كفر بالو لو حرقايا إذا قضية دا إسك إلالية نين كانوا حالنا لا لبدا حقيقة اسم الديدان تأول كاس شيغتينا وحم عنا ما لهي وما وري وري ولي قد باتوي لو لو دمشري وعذر لا إيضو لكن حقوق ترماي ما حيو تريني بناء دهر وانفعي واي أضو محل كده وانت ماذا الملائكة أن إلهي عاسين قد يدرسين هذا سلفان إلى تو وحنك قد بايا وقد بايا أنت وأنا سلفان إلى مسألة كصاب سن شغل سامي تيمية مسألة شغل سامي كتب كصاب سوحاو الشغل سامي تيمية حالك يسا أصوغ التكفير كأن فينا يدك قاركوت كفر نكجرة وحن لينا يمرك شغل سامي تيمية هذا ركت إذا رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية ينفي التكفير عمن أتى بالكفر الصريح فمراده نفي العقوبة قبل إقامة الحجة لا إثبات الإسلام لأن من له عرف حمل كلامه على عرف إجماعا قاعدة إجماعية وعند في الأصول نينك عرف له يعادي رقني استلح القوية قانو هذا الكيسة ميشو كوية بضحكو حمباريسة عرف كيسة عادي شغل السلام من تيوحوك لقادة الكفر الصريحة iyo kufriga maaliga laazim ku kala qaada hadda aragto asagoo u diidan takfiirin u diidan nin ku jira kufri sariixa wuxuu u jeedaa lamad ilay qabla iqamati alhujja qabla limada uquubadu wa min as-sam'iyat bil ijma jurmiga dunubtan isku ciqaabo wa mas'ala sam'iyya li'anna al-karima yajuzu alayhi al-'afwu أحد كوكو خلدما حمان تصمية أحد قدبة وحسنين حمان تعالي قلو قران كرا إن الله عيو الله عمباري أما الله عقاب إنو مدنية إن عقلي قلو قران كرا لكن وحو مدنة إن اللي وفليو وحلق سوق هيا أحد كل واحد قدبي إنه وصف كل قمام من عسك قران كرا وأنا عفية إسكداي معان صمينينا إما سي كفر نبي وكوحد قدبي وسحاب وسف كل قوان نبي ويجي دي داية لا بد أمك الله يسكون خلده لا بد الله يسكون لأن العقوبة على الجرائم ومسألة سمعية
لماذا؟ لجواز العفو على الكريم، ولأن العفو من مكارم الأخلاق. ماشو الشارع الشيئين لسعفين نموين وحكا وضم حكفرا عف ميلو شارع الشيء محاكم ذا وبهال ملكية والكفر والشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني قاعدة فقهية جرتا نحوية عربية الأصل أنه لا فصل بين الجزاء والشرط بين الليلة. ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. العرب وقاعدة عربية الكوكب الدري في المسائل النحوية في المسائل الفقهية المبنية على القواعد النحوية كأخرية ومثلا قاعدة نحوية أم عربية حقنا الفقهية وهي نبوحوي يا بلاي هذا المكتب بدأ الباب كذا كبح ضوال إيقاف فرنطي ضف بيكاتري ما تكلي دي وين فرنطي معي فرنطي. الأصل أنه لا فصل ولا واسطة بين الشرط والجزاء. شرطك محوها هداد كبح له واديك فرنت ويكبح لي جزيه بالله جوابك واحد يجرتين مع اللي ذي وان حكم الوودج إلهي وحوي نينك إيه شريك يلهي جانوم بالغطوري نار باسوغ إيسا مسلم ما ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أرمها سالس بوحر مثلا خلاف كيدي عمل محوبانية ما بالكفر على الموت عفوا بالموت على الكفر وكوبانية آيدي سورة محمد للدليل شده وبحثك لأي ذنبي وحنكها الله يا إنا أسأل سأفانتان بالربا شغل سنة من تيمية هذا عركته وعقوبته إنا يتهاي سمعي أقو هذا عرض كفر صحيح ننكر عي أولي لما التكفيرين أيه نفي التكفير وحكوة نفي العقوبة قبل إقامة الحجة لأن عرف إساس ذا مد الله بعد هذا عرض تاسوك نين كفر مآلي أما لازم كجر قال لما كد فاعي وكد كورينا وحد كحن بارتا نفي حقيقة الكفر بديدنا يا شيخ مركا أيضا لماذا شيخ مقبه التكفير باللازم المذهب حتى يلتزم به صاحبه ما قبا أسوق إلى الروح لازم كل ودة جنة أقايبه وقاطه أسوق ما تكفيري سلف كان بحثك وكسو قوريو سلف وحي تكفيرين جنة بقول له إنين حقيقة فهمي أما الصورة يستي أنت إنا دفانتين بيلاتا محانو جيدا مركا يا كوقف شهر سنة من تيمية لابكو حوض باشيخ كوقفته قول يها حكومي مشرك إنه مسلم يا الجهل والتأويل الشيخ ويكون قفانه هي ماشو أنفنجر عقوبة عقاتا إنه حقيقة الكفر أنفن يو إسلام وصغي وقد افترقوا عليهم لعائن الله وحكى له يكون قفي كوى الشيخ جاليسية قل يجزائرين وضبال الله ودين تبقى يكون يرتاي أيا الشيخ وحيكو تكفيريا عدر داركو عدر داريو طوائفه أهل الكفر التأويل المآلي أيقون أن فهمين مذهب كشيخ أعيان أشاعرة كلين المسلمين بأمسين هاي بل أبو عبد الله الرازي وأخطر الأشاعرة يترحم عليه شيخ كتاب كيسا مرة هو قال يسي لكن إنه طوبت كريم أمسين وحو عدى إنه برهة من نزم مرتدها وقد كان برهة من الزمن وحو عبر مرتد رازي بيانات البس جميع كل شيء لأن واقد دنب وصيدي سيئي أقسام اللذات كتاب كيسي وحبطن كل شيء يقول ليه وطوضت كين سيدون أنه قلت نعم بالي وطوض وحصل ورر بيكاء هايدي رازي ولي قيب الدين مفهم نعم باتاقين حرام بلا ولا يسيقوا بايس المهم حنقربا كوحظة الشيخة تكفيرية وحيو قاتل إنه كفر الصريح نمين كتشير ويعدر داري عدو ويعدر داري وحوي إيه حقيقة الكفر وكأن فيه نيجا كفر يسؤول لازمي معالي هاي حقنا ينوع عضانين حقيقة المقالة والمسألة
أما أن التزام أما أن صورة سنة نيكو كفر صريحة كتيرة هو تكفير يا شيخ اسما ووصفا وحوءا فيها كلية عقوبة تعذيبك أو مسألة سمعية صادرت هذا الضباء أحدناها كردود أن الشيخ الإسلام بن تيمية يعذر بالجهل والتأويل إلى أو كجواب سؤالها سؤال شكوبات أحدناها كردود الشيخ الإسلام بعاذر إلى أو كجواب سؤالها سؤال شكوبات جهل ومدي ذا وممن عياه ثبوت اسم الشرك ووصفه عند الشيخ الإسلام بن تيمية جهل ويتأويلك مبابيان موريستاغان قفوركم يا يكرفتان اسمك يا وصفك الشرك عند شيخ الإسلام تيمية أبدا الصدق أقوله هو اسم الشرك ووصفه يثبت قبل الرسالة وسؤال مهم سؤال شاء الله بعد عند شيخ الإسلام تيمية كفرك أكبر كا إيو إيمانك معتبر كأما قلم كران في محل واحد لا الصدق الشيخي السلف كان كسر في الإيمان الكبير والأوسط سؤال شاء صدحات شيخ الإسلام ما كلا قاضى كفرك الصريحة يا كفرك مآلقة تأويلك عند الحكم على أشخاص نعم أصاك على قاضي وذات حنبلي أتري النظمي مركز النظمي الشيخ اللي ويدول اللي ينكور ويحو تكفيرنا يقوله حلو الله على عرش إنكري أما استواء الله إنكري بتكفيرنا يا شيخ وكان نقاش مجموع الفتاوى بحد دير وذات كاوحوري وحي لأذن كفرك بقى كامنك أما يتضمن بحد بوكين وحوري هذا كفرك اللي وظاهر يا هاي فالأمر واضح فلا نغنق فيه وكفره لكن وحي لي ما دين هذا كفر كهوس نبي هاي وحاد قرتي شيء حقيقي سنو سنهين كفري وكفر وكامية مع كامية كده برنامج ميمات دبر كفر كم كبرنامج ميمات دني والبا فرها لقي كده جن هيا لكن مركو تأويلي اللازم يا روح وين لو عديه حقيقة المقالة أو صور تكذب من مركا لقول تكفير وكفر من مركا وكور الدرجة هاي معالي ووريقه تصريح وحتى إنك القرآن هو مخلوق إذا هذا وحوله إلهي باب مخلوق مساسا ها القرآن هو مخلوق حاكت لن وكل إلهي باب مخلوق رب وين إذا إنك إلهي باب مخلوق إذا هذا إذا هو من أقباب محط كالي هذا حالة كافر باطئ كفر صريح لقبت تقوش مع المعال القرآن هو مخلوق حاكت لن باطئ علم الله باب مخلوق علم الله مخلوق إلهي علم الله إنتو إلى علمك أبو راكب الله إلهي بجهيل قبل العلم إلى جهيل بؤها قبل أن يخلق العلم علم الله مخلوق روحي وكافرين ومسألة إجماعية حتى البدعة عقبة مسألة كبه ذي سباب كباب كلي بيقى ليس إذن شاول إسلام ما كلا قادة كفرك صريحة يا كفرك مآلقة وو كلا قادة تسعينية سبعينية مجموع الفتاوى قطبت سورة مو كلا قادة هل قضب بأي سؤال أفراد سؤال مهم سويسة كفرك ما هل نوعبه عند شاول إسلام تيمية كفرك حكم كيسو ما هل نوعبه مسه ولبن نوع كلا دوان في الدين والآخرة لبن نوع شو اسمه علاه حاجة كفر الإسكو عذابي إيه كفر الإسكو عذابي قال لهم اللقوع عذابي النار قواري يا قال لهم وحاجة تبع اللقوع عذابي شو عقبة مسألة الامتحان إلا امتحان أهل الفترة عقبة إذن أهل الفترة المحضة وعقبة أدونك محيين وقالوا في جميع الأحكام وحن عقوبة يدلك أنك هاي آخرنا نار لجين ما إلى الله امتحانه ضب أنت الله شذا قال الله يدا هذا أمرك الرب قاطع نينك ضبك كوب وذرة بردا وسلام بيقول نقول نينك جوك سد إيه هذانا قرط الله قم الجهنم على قطور وحلورنا هي أنا ك أمرك جاب الديدة هذا الأدون كان بيخوص ودير لها محاط ثمان لا يدوا ديلا قال هذا النار ساس وشوق أمرك حقوق بكفر كفر يعذب هي كفر لا يعذب عليه بوقي به في الآخر الدون كنا اسكمت بو كدغاي خون كاريو جوجي عقوبته في الاخره هي في الدنيا اما مغعي احكامته كو دوم كوسينيا هذا با افرتا سؤالات روحي لا او كجواب شيخ شو سم تيمي وحك لا قاد كفر التاويله يا تصريحي وحك لا قاداي كفر بو قبي من اسكو عذابيو من اسكو عذابين جهلك التاويل كبو شيغي اني سن هور استاي كرين اسم الشرك ووصفه الشرك قرما ما كلورنا جهل بقول الدارة عقوب عقوب ما نقدر نقول هاي سنة ما كجيل الله يسوي قريه يستابور وروح عن كل نقاش إني مروح للدليل يوم يه يعني مسوي عن كل نقاش إني قفوا ومسلم ما هو يواقب أنت إلى وروحك جوابي أنا قوم مشغول مسألة سؤال يبقى شرط شو بقى
laydin oranaya hadaad caadiga gaalaysiisan oo toosisan oo ku dilan dilisan ku dhabixisan wadada ah malam yu kafir kafa wa kafir waxa ka dhalanaysa dadka islaamka sheega badankood dadka islaamka sheegta maanta badankood inay gaalay yihiin hawsha inaad qaybtan qaataan waa khuruuj aan sunani الهداتي وانا دخول في سبيل الطغاة والغواة فالغواة ما تكلمنا وش ايضا شلوا عبد الرحمن دوسي وداك كتاني سقراتك ومتك تغريدو قري سو غريو نشرنا يوله هدي حازميه الصوماليه سي قبان تفول عادل لو دقمو داعش ددك سي او قرحنا او باب ان لقاته قولي كويتين تمحي هاي محمد شمسدين خليفة وركو أشاعر الله تكفين لقاته فعال إسلام السلام يعني هلفال السوق هذا هلفال السوق تكفير العادل وحلقة غيري وحسب وحسميان كنانو قاعدة وامع من لم يكفر الكافرة فهو كافر هو شو أمرك وحب تقليدي كوثري محمد زاهد الكوثري ننك حنفي مشرك وثاني الشيخ الإسلام نوقها حنفي يا عثمانينتي يا وحوار كان نفط الله وكان شخص ابن تيمية وحور إن كان ابن تيمية الشيخ الإسلامي فعال إسلامي سلام بور إن كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعال الإسلامي السلام نفط القضية هوي إذن قضية دائدة أنه وحان لينا هاي من لم يكفر الكافر هو كافر نوان لازمينا وان مرين نكي كشان وان مرينينا تدك إسلام كشيك تبضن كود وحنويهين مسلمين badan koodna waxa noo yeel muslimiin oo seesu waafajinaysa waxaan leenahay islaamka dadka muujisanaya amaaraadka islaamka ama shacaa'irta la iimanaya aqtaanada waa ka muslimiin aban malayno inay kufri ku jiraan aban malayno min ghayri bayinatin sharciya dhaniga waxaan ka hadlayaa ghayr mu'tabarka ee amaaraad iyo hawlihi midalan islaam ajnabiyada iyo oday ajnabi kala guriga isla galay adoo banaanka fadhiya waxay nin iyo haweenay sameen jiray shanqadooda aad maqashay oo meeshi ka socota hadhow markay soo baxaan waxaad ku qoreysaa hadda tiyaad way kala zinaysteen xadul qatba laga oofinaya limada jaamac gaas muuri meeshi waxaad soo galiyaa شيطان باك فرحش ما له هذا حق بدل نوع عاصو كلا لو ما دي سكرو حكم شرعي لانه هو ما له ان عسكنين بينه شرعيه ظنك استمع تعتبر ما صادرت بالقران كو اذن يدي ان بعض الظن اثم اذا ما لها سخلو دساي وحان لينا نين احد والبا طائفه والبا اسلام موجسنيس onan gaalimo ku ogeyn aqtanada waa ka muslimiin aban malayno inay kufur ku jiraan hadaba waxaan baaq ku ahanayna dadka dowlad dhooban badankooda islaamnimada aan muujisan inay noo yihiin muslimiin cidii aan ogaanay kufrigeeda mooyeen kaman hakama bi islaam al mushriki ma'a al ilmi bi halihi wana dadyar dadkan ognaa waxa inay sameynaya dadyar wey عامضا مسلمين تأصل خضر ومحاي وعلى سنتي والسلامة إلى اللقاء قادوا بدع على نحونا يودادوه لي ما دينينا يكون حجران صادرت أبو محمد حزم حلو والناس كلهم محمولون على الإسلام حتى يصح من أحد منهم كفر صحيح تدك أصل خضر محاي هاي بشريد أصل وحوها التوحيد إسلام بأصل وها نبي الله آدم أمضي لقبير إلى كنصر محاي هاي قالوا التوحيد مشرك ميزن الله هاي حلق النبي الله نوح وشركه وطارين نقضي كفره وشركه وكويته في البشرية عيدا زمالي دادكو وابكسو قاريو أبا ركينتي إسلامكو ويتوحيدكو وابكسو قار كفره وشركه ونه وابا ركينتي وي وطاري بدع ذا يكفره كطواري ذا إن كان كو أرق نموية نوحان حكومينا ظاهر كيسا وحكم موضة إي أصل كيس إسلام كي يهوري والناس كلهم محمولون على الإسلام حتى يصح من أحد منهم كفر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب محوري من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بظن لأن اليقين لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر
بسبب ناقد ذكر عنه ونحن لم نتحقق. نفس حروف الشيخ يقول شيخ هذا القاسقة هرانت كتابك كسر الشبهات صدر الشبهات ما يقول هذا الشيخ ترمسه رسالة شخصية ميوة. المهم سداس وي وان ملاينا إنا ضدك هذا إسلي ينيروي بتشوغا إن بدنا ماذا إن أي إن كفر كتشران نين فرط قدود سدا أو دور شق على أسوق قرنية حقيقة عمرية دمشة كسر عنيسة ضد وان درين كان وان قبنا. لكن ما دام أنن كو أرك أما بينا شرعية أنن هينين ملاها النوو اعتبار ما لها ظاهر الإسلام من حكمينا. مسألة ذي الرعدة وتكفير العادل الثاني هل كان سكتشوك وينو بر إن شاء الله تعالى.